تمسيح احسي مين بده يلمع حذائه؟ انا بلمع له حذائه. شلونك لك فلتلك ابن عمي؟ اهلين فتح الابن عمي، شو مبين هون؟ ايه لكن شنو رح تفتح سفرتنا هون بشارع الحمراء، فقلت له حالي قوم لك فتحال وروح افتح لك مهنه حره بجنب السفاره، ايه له تقطع المصاري قطع، شنو لشيل المصاري بالربش؟ لكن فتح الابن عمي بتمنى ما تكون جاي تنافسني وتضارب علي. ليش انت شو فاتح هون؟ انا فاتح تمزيح وصيانه احذيه، شنو ما حتلحق عينك على السياسيين اللبنانيين اللي جايين على السفارة واللي ظاهرين من السفارة، وهولي كلهم دفيعة، شنو تلميعتين ثلاثة بالطامينة ثلاثة أيام مو؟ غلطان لك ابن عمي، تقبرني شغلك ما حيمشي، حتموت من الجوع. ليش بالله؟ أنت جاي تفتح هون حدي؟ أنا جاي أفتح تنظيف ورتي ملبوسات وبدلات. ليش بقى؟ ايه فكرك اللي ضلوا 30 سنة يصحفوا على الشام وعلى عنجر، ايه هول رح يعرفوا يجوا على السفارة سيرا على الأقدام؟ رح يجوا زحف، ايه رزق الله على أيام عنجر، ايه بنهار القصير كنت ارتيلي حوالي 20-30 بدلة، ومال رزق الله، ايه ما بترجع الأيام؟ ايه بترجع.